ابدا يغدر بخواله لوالدته من نفس ديانه نتنياهو، لا يمكن. فتدخل ابن ملكة تاني يتوسل سلطنة عمان، ابن ملكة تاني المنحني قال له اتوسل اليك كسلطنة عمان، قل للحسينيين يتوقفوا عما يفعلوه في خوالي في اسرائيل، في شرف انتصار وشرف ان كان عندنا شرف، اتوسل اليك بما انك عندك علاقات طيبة مع انصار الله، قل لهم يتوقفوا عن اللي بيعملوه في خوالي بلاد، توقف تماما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. مجموعة من الاخبار كده هنتناولها عن اليمن وجيش نتنياهو، الجيش الأكبر في الشرق الأوسط اللي بيعيش حالة ذعر غير طبيعية، وعن اليمن والمملكة العربية السعودية وإزاي ابن سلمان تراجع عن كل قراراته حفاظا على موسم الرياض والمكتسبات اللي اكتسبتها السعوديات الأنصار ابن سلمان في مواسم الرياض، إزاي ابن سلمان تراجع عن كل قرارات اللي أخذها بحق اليمن، وايضا اليمن والامارات اللي قالت احنا حبايب وانا اسف انا ما تسمعوش كلام اللجان بس ما تجوش ناحيه موانئ دبي، وايضا اليمن وعبد الفتاح السريلانكي او ابن ملكة تاني عبد الفتاح السيسي في مصر اللي طلب وساطه من اليمنيين بلاش تجوا على اولاد خالتي، بلاش تجوا على اولاد خالتي في اسرائيل. تفاصيل مهمه جدا، خلينا ابدا مع حضراتكم بالخبر الاول اللي بيحتفل بيه الجيش الاسرائيلي، انتصارات غير مسبوقه يا جماعه حققها الجيش الاسرائيلي في اليمن. الخبر الاول اللي امام حضراتكم واللي بنعرضه الان واللي مش قادر اتخطاه باي شكل من الاشكال هو هذا الخبر. هذا الخبر، هل الذباب السعودي بيتناوله؟ نو. هل الجراد الاماراتي بيتناوله؟ نو. هل انصار السيسي بيتناوله؟ نو. ليه؟ لأن هذا الخبر يدل على حالة الذعر الشديدة جدا 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 اللي موجودة في تل أبيب، اللي موجودة في يافا، اللي موجودة في كل مكان بين المستوطنين، اللي بيعيشها حتى الجيش الإسرائيلي بسبب التخوف من رد الفعل اليمني. ولا أنا غلطان؟ لدرجة إن بقى بيستهدف الطيور، قال لك مفيش حمامة تطير ولا عصفورة. لا حمامة ولا عصفورة، سرب من الطيور طاير، الصواريخ طلعت على الطيور. لك انت عارف انتوا الصاروخ اللي طلع على الطيور ده مكلف اسرائيل كام؟ فوق ال 200 الف دولار، فوق ال 200 الف دولار، يعني لمجرد خطا تقني 200 الف دولار فقط على طيور، على طيور، وتقريبا هم بيقول لك اغلبهم كانت عصافير، يعني عصافير. تخيل انت والوضع اللي بيعيشه الجيش الاسرائيلي من داخله، اللي بالمناسبه بيحتفل على بعد 10 متر بانجاز غير مسبوق بيعمله الان في رفح. الصورة امام حضرتك دي على بعد 10 متر، 10 متر فقط لغير من الجيش المصري العظيم اللي حتى نتنياهو استكتر عليهم وظيفة البواب، يعني حتى نتنياهو استكتر على قيادات الجيش المصري وعلى عبد الفتاح السيسي وظيفة البواب، قال لك مش هتبقى بواب، احنا خليناك بواب 8 شهور 7 شهور في اثناء من بعد 7 اكتوبر وطلعت انت وابراهيم العرجاني ملايين الدولارات، خلاص مش هتبقى بواب اكتر من كده. اللي بمناسبة عبد الفتاح السريلانكي رايح يتوسط، انت بس متخيل حجم الخيانه يا اخي. الواحد كل ما يتكلم عن الخونه في التاريخ العرب والاسلام يقول لك والله بالنسبه للي بيعمله ابن زايد والسيسي وابن سلمان قسما بالله كان وطني شريف. يعني مثلا الراجل اللي اشعل القناديل الفوانيس انار الطريق للاحتلال الانجليزي عشان يدخل مصر، انت بس متخيل ان هذا الرجل مقياسا باللي بيعمله السيسي وابن سلمان وابن زايد الان بالنسبه لهم وطني شريف، اللي هو الرجل اللي ساند وساعد دخول الانجليز لاحتلال مصر. متخيل ان فعلته دي بالنسبه لابن سلمان والسيسي وابن زايد وطني، ابا رغال، ابا رغال اللي خان العرب ودل ابراهيم الحبشي على الكعبه، ابا رغال ده بالنسبه للي عمله السيسي وبيعمله وابن زايد وبيعمله وابن سلمان وبيعمله وطني، وطني للعروبه وللعرب. تخيل حجم الخيانة الغير مسبوق في تاريخ الأمة، في تاريخ العرب، من أول واحد نطق اللغة العربية. اللي بيعملوا السيسي وابن سلمان وابن زايد هم أشد خونة في تاريخ أمة العرب والمسلمين أبدا، ومش هيجي أكتر منهم، ومش هيجي أكتر منهم. عملوا كل شيء. شوف السيسي لم يتوسط منذ 10 أشهر حتى يومنا هذا، ولم يتدخل مصر، وقلتها لكم وبعدها وزيدها، مصر تستطيع انها توقف اللي بيحصل في غزه لو واحد فقط لا غير، بالغاء اتفاقيه كامب ديفيد،
بوقف اسرائيل واغلاق المجال الجوي امام اسرائيل، باغلاق مضيق طيران، باغلاق قناه السويس، بحاجات كتير جدا مصر كانت تقدر تستخدمها. لكن ابن ملكه تاني لا يمكن ابدا يغدر بخواله لوالدته من نفس ديانه نتنياهو، لا يمكن. فتدخل ابن ملكه تاني يتوسل الى سلطنه عمان، يتوسل اليه، قال له كده ابن ملكه تاني المنحني اللي بيحب ينحني، قال له اتوسل اليك كسلطنه عمان وانتم على علاقه طيبه مع الحوثيين في اليمن، اتوسل اليك قول للحوثيين يتوقفوا عما يفعلوه في خوالي في اسرائيل. قال له اتوسل اليك بشرف انتصار وشرف، ان كان عندنا شرف، اتوسل اليك بما انك عندك علاقات طيبه مع انصار الله، قول لهم يتوقفوا عن اللي بيعملوه في خوالي، مش لاقيين خوالي ميناء ايلات، توقف تماما، توقف تماما، ما تخلوهمش يبعتوا طائرات مسيره تاني علشان احنا مش فاضيين، احنا مش مركزين في حاجه وما بنعرفش نشوف الطائرات دي، فما تخلوهمش يبعتوا طائرات مسيره تاني على تل ابيب، وخلي العمليات العسكريه تتوقف. ابن ملكه تاني الخبر امامك. ابن ملكه تاني اللي ما تركش حاجه، قال لك بص اي بقعه خيانه انا موجود فيها، اي حاجه تغضب الله والرسول انا موجود فيها، اي حاجه ضد الحق وضد الانسانيه وضد الضمير وضد العروبه وضد الاسلام انا موجود فيها. طبعا هو بيطالب سلطنه عمان ان هي تقول كده لجماعه انصار الله في اليمن. ليه 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 يا ترى ليه؟ لا لا احنا لازم نشوف فيديو بقى. اصل هو قال لك الجمله الشهيره، امن وسلامه المواطن الاسرائيلي جنبا الى جنب مع امن وسلامه المواطن الاسرائيلي. أول يوم ظهر هذا الصغير سيء الذكر، أول يوم ظهر قال لك أي شيء يغضب الله إحنا معاه وبندعمه. ده أمر ما يرضيش ربنا، واللي ما يرضيش ربنا إحنا هنبقى موجودين معاه بندعمه بنأيده. قال لك أي شيء ما يرضيش ربنا إحنا معاه وبندعمه. ده ابن ملكة تاني، ابن ملكة تاني اللي في يوم من الأيام التاريخ هيكتب عنه وعن والدته حقيقتهم، وقد ايه هي صله القرابه بين والدته وبين جولدا ماير. طيب تمام، ده كان الجزء الثاني من هذا الفيديو. الجزء الثالث بقى، فاكر انت شويه السعوديين بتوع الكبسه بقى وقعد واسكت يا يمن هنعمل فيكم ونفهم وانتم مش عارفين احنا الجيش السعودي، وقاعدين يتريقوا على اليمن ويتريقوا على حالهم وعلى وضعهم وعلى التحالف العربي، واللي خلى الاوضاع في اليمن توصلت الى مستوى غير مسبوق من التدني ومن تردي الاوضاع المعيشيه. وقعد ابن سلمان ده بطل، ده وقعد الذباب السعودي ينفخ في نفسه، وقعدت وقلت وقتها خرجت والفيديوهات موجوده من يومين ثلاثه وارجوكم ارجعوا لها، قلت السعوديه وابن سلمان ما لهمش قبل بمواجهه انصار الله. ابن سلمان مش هيبقى في راس تاني، راجع قراراتك يا محمد ابن سلمان، مش هيبقى في راس تاني، رجع يا حبيبي واضغط على الحكومه اليمنيه الشرعيه. فعلا هي الحكومه الشرعيه، انصار الله مش الحكومه الشرعيه، الحكومه الشرعيه هي الحكومه اليمنيه المعترف بها دوليا، هذا الحق يقال، لكن علاقتها طيبه مع السعوديه. راجع يا ابن سلمان علاقتك معه خلاها ترجع اوضاع البنك المركزي تاني وعمليات الصرف والكلام ده كله في صنعاء، علشان انصار الله هينغلك موسم الرياض والهشك بشك والرقص اللي بترقصه والراقصات والحاجات الحلوه اللي بينا نشوفها والنقاب اللي اتشال والرقص والمرقعه دي مش هتبقى موجوده تاني، والخمر والسكر مش هيبقى موجود، وانت دي انجازات كبيره جدا عملتها للسعوديين يا ابن سلمان. فعلا ابن سلمان رجع الحاجات دي كلها، عاد البنك المركزي اللي عمل بشكل طبيعي، عاد الصرف بشكل طبيعي، الصرف عالي، الصرف غالي، الصرف نزل، الصرف طلع، سعر الصرف ده شيء تاني. انما ابن سلمان تراجع وقدم الندم، يعني هو قال انا ابدي الندم على حصرتي وعلى غبائي وعلى يعني تهوري، وطلب من اللجان الالكترونيه الناعقه اللي هم المعيز بتوعه اللي كانوا عاملين سته في سبعه رجاله في بعض، اوعى احنا هنعمل فيكم يا حوثي، ده انتوا يا مش عارف يا ايه، وقعد يعملوا كده كلهم تراجعوا وشربوا الشوربه وسكتوا، وقال بس احنا مالناش غير في الكبسه وموسم الرياض وامريكا تحمينا، هنعمل نفسنا رجاله على اليمن. إذا كانت اليمن راحت بعت الطائرة مسيرة دخلت يافا، إحنا السعودية اللي أبهى السعودية وأرامكو. فابن سلمان عبقري، اليمنيين بقى عايزين يزعلوا، يزعل اشرب من البحر الأحمر. ابن سلمان عبقري،
فهم ان انتوا هتخبطوا له موسم الرياض والرقص والكلام ده كله مش هيبقى موجود تاني، وهو مصدق وصل الشعب السعودي لهذه المرحله ان هم يرقصوا ويتمرقعوا وياخدوا حريمهم ويخرجوا الا ما رحم ربي طبعا، ويخرجوا والكلام ده كله موسم الرياض ويرقص. يا بنت خلي الرجاله تتمتع برقصاتك الجميله بس شيل النقاب او خليكي بالنقاب عادي، اتس فاني نو بروبلم. فهو ابن سلمان ما حبش انه يخسر هذه المسيره العظيمه من الانجازات. اللي بالمناسبه اختم مع حضراتكم من داخل القطاع. بتشوفوا اكيد المشهد المظلم اللي بيحصل لاخواتنا في القطاع صح؟ لكن مع ذلك ابشروا بنصر الله. شايف الخبر ده؟ الخبر ده لولا ان المراسل بتاع قناه سكاي نيوز او رئيس مكتب سكاي نيوز الجمله سقطت منه ما نقلوه اصلا، خاصه وان الناس سجلت الشاشه ونشرته فبعد ما سكاي نيوز نشرته. الخبر ده بيقول لك ان الجيش الاسرائيلي عايز ينسحب من القطاع وباي شكل تحت وطئه اللي بيحصل فيه من عمليات حرب الاستنزاف سواء في محور نتسليم او في محور فيلادلفيا او حتى في معبر رفح، فعايز ينسحب باي شكل. ونتنياهو متمسك لان فاهم اللحظه اللي انسحب فيها الجيش هي نفس اللحظه اللي نتنياهو هيتحول للمحاكمه، وده لا ترضاه لا السعوديه ولا مصر ولا الامارات ان نتنياهو يخرج من القطاع مهزوما مدحورا، لا يرضوا ذلك. علشان كده بيدعموا نتنياهو حتى هذه اللحظه رغم وصول العدد لاكثر من 40,000 ارتقوا لربهم. سلام عليكم.